الو عليك. ايوه عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف بيكي؟ نوها. نوها ازيك يا نوها؟ كويس الحمد لله. نوها كم سنه؟ 30. مرتبطه يا نوها؟ مرتبطه ارتباط رسمي ولا خطوبه ولا حب ولا بصراحه كده يعني ارتباط عاطفي مش خطوبه ولا جواز؟ لا. طيب جميل. بقالك قد ايه مرتبطه؟ سنتين. سنتين. طيب في ايه؟ اكيد في حاجه. صوتك حزيني شويه. نعم. صوتك حزيني شويه، في ايه؟ كتير. طب سمعيني. انا عرفت واحد على طول. لا مش سامع، واحده واحده بقى كده عشان وضحي لي لو سمحت. انا عرفت واحد على طريق. عرفتي واحد على طليقك؟ ايه؟ عن طريق النت. اه طيب اوكي. هو الشخص ده كان بيحبني. كان الاول اصدقاء. يعني كان اتقلم بحب. الشخص ده كان شغال في الاردن. لا معلش مش سامع، ممكن تبعدي بقك عن التليفون شويه عشان في هوا داخل لي كده فمش قادر يعني. عرفتيه كان صديقك وبعد كده تحول لحب وبعدين؟ بعدين هو مش مصري. هو مش مصري. سوري. انا مصريه. كان شغال في الاردن قبل ما يحصل اي شيء. نزل مصر عشان كان مش حالته اي شيء. جه طلب ايدي رسمي. انا خاله رحت حكيت له على كل شيء بصراحه. اول ما قال لي خلاص خليكي اتفضل واهلا وسهلا وكل حاجه. بعد ما جه والاهل المستعان وكده قعد مع اخواتي رفضوه خالص. رفضوا لي علشان ظروف وحشه؟ عشان ما عندوش امكانيات يعني؟ لا عشان هو سوري. عشان هو سوري. هو ما شاء الله شغال ما شاء الله عليك. هو قاعد في اسكندريه وانا في القاهره. بصراحه انا ما كنتش عايشه مع اخواتي. انا كان احنا كتير، احنا سته، اربع بنات وولدين. كان ليا عمي ما بيخلفش. انا كنت متربيه عنده. كان عمي ده لو طلبت لبن من عصفور يجيبهولك. كان الراجل يعني بيحبك جدا. وكان عنده عمي في الصلاه والامانه وحفظ القران والصدق. انا ما طلعش عند اهلي ما عندهمش كده. عندهم اللي بيسكت بالدنيا كلها واللي فيها. عندهم مصلحه المهم شيء. مصلحه فوق مصلحه. وبعدين؟ بعدين انا حكيت لهم كل حاجه بصراحه. اما انا حكيت وكده هو جه طلب الايد وبعد ما مشي مسكوني ضربوني. ليه؟ علشان هو مش مصري؟ وقالوا لك عرفتيه منين بقى وكده؟ وانا قلت بصراحة. انا بحب الصراحة. هو في اسكندرية. هو ايه؟ عايش في اسكندرية. في اسكندرية. شغل متاح في اسكندرية. وانا عايشة في القاهرة. الو. ايوه. ايوه طب وبعدين؟ انا هو عاملنا انا من خلايا جمعية. وهو عايز يجيب لي شقة تعمل لي شقة أوبر أجي 69 العقد متقدم أصدقاء. يعني هو جايب لك شقة إيجار قديم؟ عايز يكتبه لي باسمي. هو لسه ما جابش. هو بيعمل جمعيات وشغال 24 ساعة. وأهلي مش رافضين. وأهلك إيه؟ رافضين. رافضين. طيب بص يا بنت الناس، عايز اقول لك حاجه. بنسمع ان فلان اتجوز لبنانيه، فلان اتجوز سوريه،
فلان اتجوز من كرواتيا، من ليتوانيا، امريكانيه، انجليزيه، فرنسويه، اسبانيه، اي دوله حتى يعني. في انما معلش ده مجتمعنا الشرقي هو اللي عمل فينا كده. انما فلانه راحت اتجوزت الماني، انجليزي، امريكاني، فرنسي، دي بتبقى نادره، بيحصل بس نادره. سوري، فلسطيني، برضو بيبقى شيء نادر شويه. انت من الواضح ان انت من عيله يعني انت قلتي عليهم ببساطه مطلقه ان هم يعني بتوع مصالح وبتوع بيزنس وبتوع شغل. هم شايفين ان الراجل ده مش هيحقق لهم الامان اللي هم بيحتاجوه ليكي، والا كل يوم والتاني هترجع لهم بمصيبه. اتخانقت مع جوزي وجوزي طفش وراح السعوديه، طفش وراح ليبيا، طفش وراح مش عارف ايه، هتلاقي الدنيا باظت. فبالتالي هم رافضين. عارفه ده لو كان متريش وجاي بفلوس متلتله كان ممكن يوافق. بس عايز اقول لك حاجه بقى، الحدوته كلها اعتقد بدا العند لما اكتشفوا ان انتي تعرفيه من على النت. القضيه كلها يا جماعه عايز اوضحها لكم، ان في ستات كتير قوي طول النهار قاعده على النت وقاعده على الفيسبوك وقاعده صبح ظهر الليل، والموضوع عادي وانا بقول اوكي على كومنتات وكومنتات لا، وبدوس لايك، عجباني حاجه بشيرها، مش اكتر من كده. انما الدنيا بتجرجر بعضها وبتعمل مشاكل، الدنيا بتجرجر بعضها، وبنت الناس الطيبه او الست المحترمه الجوزه الطيبه تتكعبل في عيل لا مؤاخذه يعني، او في راجل لا مؤاخذتين، يقعد يلعب يمين وشمال، لان الحياه مليانه ضغوط. في وقت تكوني مضغوطة، في وقت تكوني مخنوقة، في وقت تكوني محتاجة تتكلمي، تكعبيلي في حد بوظلك حياتك كلها. لو انت يا أنسة وقعتي في واحد وجالك وعايز يرتبط بيكي ويتجوزك وهو خلافه، ايا كانت بقى حياته وشغله، عايز إقامة، عايز يعيش، واتيفر، زي ما يكون هو عايز. لو انت متجوزة ممكن يخرب لك بيتك وحياتك وسمعتك وولادك وجوزك ودنيتك، ويخلي حتى ربنا كمان يغضب عليكي. عشان كده بنقول خلي بالكم من الانترنت، خلي بالكم من الفيسبوك اللي تحول فجأة إلى نقمة مش نعمة على البني آدمين. التواصل الاجتماعي حاجة جميلة جدا، إنما مع الأسف ساعات بيسبب مشاكل. أنا ما أعتقدش إن الحدوتة بتاعتك دي هتكمل، ما أعتقدش بأي شكل من الأشكال إن أهلك هيوافقوا والدنيا هتمشي والحياة هتبقى حلوة. لأ، هيكعبلوها لك اكتر واكتر اكتر.